وأرى الآن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه إلى سلم الطائرة في الممشى الرئاسي هنا في مطار القاهرة ليستقبل الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر، ولتبدأ حلقة جديدة في سلسلة محاولة إيجاد حل ووضع حلول حقيقية لمعاناة الفلسطينيين. هذه الأزمة التي كان من نتائجها آلاف الشهداء، حيث اقترب العدد من 11,000 شهيد وعشرات الآلاف من المصابين والجرحى، ولا تألو مصر جهدا أن تقدم المساعدة لهم جميعاً.